مخيم بلاطة من أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية تعدادًا للسكان، يعاني من الاكتظاظ السكاني كحال باقي المخيمات. بلغ عدد سكان المخيم تقريبًا 25 ألف نسمة. الاكتظاظ السكاني مشكلة متفاقمة بشكل كبير. يترتب على الاكتظاظ العديد من المشاكل الصحيه والنفسيه والاجتماعيه التي تؤثر بشكل كبير على حياه السكان سيد رائد مشكلة الاكتظاظ في كافة المخيمات وأكبر مثال مخيم بلاطة هي من المشاكل الكبيرة اللي بيعانوا منها أهل المخيمات بدي أحكي أنا وحضرتك عن أثار هاي المشكلة صحياً اجتماعياً نفسياً على سكان المخيم مخيم بلاطة هو أكبر مخيمات الضفة الغربية من ناحية تعداد السكان وأقلها مساحةً يعني لو بدنا نيجي نقسم عدد السكان على المساحه الموجوده هو كيلو متر مربع تقريبا بيطلع للشخص الواحد 20 سم او 30 سم يا دوب بيتحرك فيهم وهذه من اعلى نسب اكتظاظ في العالم على مستوى العالم طب حضرتك اخصائي اجتماعي قديش هي المشاكل كلها بتاثر على نفسيه الشخص الاكتظاظ بحد ذاته ممكن يزيد حالات العنف عند الاشخاص سواء كانوا اطفال او سواء كانوا ناضجين او بالغين لانه الشخص لما بشعر انه ما في له خصوصيه ولا في له شخصيه بأثر عليه على سلوكياته نفسيا ونفسيا يعني حتى ممكن تاثر على ثقته بنفسه ممكن تهتز ثقته بنفسه ممكن يتجه اما للعنف او الانطواء التام بحيث انه يبطل يشارك الناس يبطل يحكي مع الناس او زي ما حكيت العنف الزائد عن اللزوم وهذا الحكي احنا بنواجهه وبنشوفه بالشوارع حتى في لعب الاطفال لعب الاطفال هي عباره عنف عن عنف أه ليه؟ لانه زي ما تفضلتي اعداد كبيره تقريبا احنا عندنا انا بحكي عن مرحله أه من اول ابتدائي لصف تاسع عندنا في بلاطه اربع مدارس لمدرستين للاناث ومدرستين للذكور هذول تقريبا فيهم ما يقارب أربع 4000 طالب او اقل شوي صغير من هذا العدد واكتظاظ داخل المدارس كثير عالي طبعا نتيجة هذا الاكتظاظ العنف والمشاكل بين الأطفال نفسهم بين الطالبات بين الطلاب حتى بالشارع وحتى هم مروحين وهم جايين سيد رائد المباني الموجودة في المخيم مبنية بشكل عمودي ممكن تفتقر للشروط السليمة المفروض تكون موجودة في كل بيت هذا الإشي بيأثر على صحة الأفراد لو بدنا نحكي عن المشاكل الصحيه اللي هذا الموضوع مثلا كالرطوبه غيرها الامراض اللي ممكن تسببها للاشخاص انا بدي احكي عن مشكلتين مشكله واحده خاصه في انا طبعا انا بنت صغيره انولدت في المخيم فصار عندها ازمه نتيجه لرطوبه الشمس ما كانت تدخل البيت يعني فبالتالي انا كنت كل اسبوع تقريبا اطلع فيها على المستشفى اخر شيء اخر شيء الدكتور طبيب حكى لي لازم تغير موقع سكنك ما في مجال وفعلا انا يعني عملت جاد وجاهدا لحتى غير موقع سكني هذه احدى المشاكل الصحيه اللي بواجهها طبعا بنتي هي بنت من مجموعة بنات وأطفال المخيم اللي بيعانوا من نفس الأزمة وبيعانوا من نفس المشكلة. لو تدخلي أي بيت في بيوت المخيم رح على طول تشمي ريحة الرطوبة لأنه بيوت ما بتدخلها الشمس بيوت فوق بعضها البعض كمان مشكلة ثانية صحية مشكلة نظر مدى النظر عندنا قصير ما في عندنا مدى مفتوح للطفل يطلع عليه ويشوف مدى مفتوح مدى قصير مدى محدود جدا وهذا الحكي بيولد عندهم ضعف بصر وضعف النظر وبالتالي ممكن يلبسوا نظارات ويصير عندهم انحراف في البصر طب سيد رائد موضوع الكضاد السكاني زيادة عدد السكان العدد الهائل الموجود في المخيم هذا الاشي بيؤدي لمشاكل أخرى مشاكل اقتصادية مثلا لو بدنا نحكي عن موضوع البطالة الفقر بناء على دراسه عملوها أخوانا في لجنه الخدمات كانت اكثر من 35% نسبه البطاله انت بتحكي تقريبا عن قريب للثلث الثلث اكثر من الثلث بشوية صغيره قريبه للنصف من شباب المخيم عاطلين عن العمل ما فيش لهم فرص عمل، فرص العمل ضيقه جدا، الافاق محدوده مغلقه جدا وهذا بينعكس طبعا بالاثار السلبيه بنرجع نحكي والنفسيه على الشباب نفسهم. سيدي محمد برحب فيك برنامجنا أنت أحد سكان مخيم بلاطة مخيم بلاطة أكيد بيعاني سكانه من العديد من المشكلات أهمها مشكلة الاكتظاظ السكاني وخلينا نحكي من أخطر المشاكل اللي بيعاني منها المخيم تحكي لنا أكثر عن حياتكم في المخيم وبالأخص مشكلة الاكتظاظ اللي بتعانوا منها إحنا كنا ست إخوة بيت أطفال نفس الست ضلينا نفس البيت بنفس مساحة معينة في هي 70 80 متر مربع كبرت العيله عندنا سن الست بدل كانوا اطفال صاروا شباب الشباب دي يتجوزوا انت تجوز انا شاب كبير بدي اتجوز وين تسكن؟ فيش مجال اطلع برا المخيم بحكم انه ماديا بقدرش بقدرش احمل اشتري بيت شقه او ارض وابني فيها بما ان انا مثلا حكم البطاله او حتى الدخل المحدود فبدي اضطر ابني عند اهلي طب اوكي انا انحلت مشكلتي انا رقم واحد اثنين ثلاثه البيت كم طابق يطلع. بحكم انه بيوتنا كمان إن مش هالحمل يعني اساساتها قديمه جدا مش راح تحمل طابق طابتين ثلاث والبقيه بعد عن هيك كمان اللي هي التلاصق البيوت يعني صارت في تشابك اجتماعي ما بينه وبين انا وجاري ممكن انا في بيت اسمع جاري شو بتخرف بالضبط قديش هذا الشيء بأثر على الخصوصيه أكيد. اكيد يعني فيش خصوصيه نهائي يعني زياده على هذا الموضوع اللي هي الامراض بمعنى بيوتنا غير لائقه صحيا نهائيا لا تهوئه صحيحه لا الشمس صح الرطوبه هذا بعيد على امراض امراض مزمنه الروماتيزم امراض الرئه امراض ممكن حتى الامراض النفسيه الضغط يعني الواحد مضغوط ببيته وين تطلع الشارع برضه ضغط ففيش مجال يعني للحريه او للراحه النفسيه بالاجمال يعني سيد محمد اختم معك برسالتك اللي بتحب رسالتي وشيها. كان الله بعون شعبنا ورسالتي للمسؤولين انه ينظروا نظره ايجابيه للمخيمات يحاولوا يخففوا من معاناه اهلنا في المخيمات مساعدة في البنية التحتية مساعدة في البطالة أنه يكون نسبة يعني يحاول يخففوا من عبء الناس ممكن أنا ما بدي مساعدة مادية بس بدي أنا مثل مساعدة تفتح الأفق في العمل إلي ولا غيري من أبناء المخيم إنه نقدر إحنا نشتغل حالنا نعمل إشي إلنا ست خولة برحب فيكي ببرنامجنا أه بده نحكي عن مشكلة الاكتظاظ السكاني مخيم بلاطة خاصة أنه من أكثر المخيمات اللي فيها عدد سكان كبير وبيعاني من مشكلة الاكتظاظ بلدنا الأصلي الفالوجة أمي من الشخ مونس كل الأولاد المخيم وبنات المخيم بيعانوا من نقص في عندنا مساحات للعب في اكتظاظ سكاني الأسواق المحلات كلها اكتظاظ سكاني، ما محلات يلعبوا فيها الأول... الاولاد والبنات، يعني محل النادي ما بس للنادي، ما فيش حدائق في المخيم، حديقه عملتها الخدمات بس برضه ما بتلبي طلبات المخيم كله. رغم الزقاق اللي شفناها برضه كمان في المخيم. الزقاق اللي شفتوها يعني يا دوب تسع لما واحد مرات يعني اذا واحد سمين شوي ما بتقدر تمشي فيها. إيه كمان عندك تضاد سكان بالمدارس يعني المدرسه الواحده يعني مدرسه البنات الاولى 830 و40 طالبه على مساحه ضيقه. وكمان اكتظاظ عندنا في المدرسة اكتظاظ في الصفوف لما يحكونا إنه خمسين طالبة تكون بالصف كمان عندنا اكتظاظ سكاني في البناء في المخيم عندنا كلهم عمودي فيش أفقي بالقرى بالمدن الثانية توسع كله بيكون أفقي إحنا عمودي أخوتي كلهم خمسة كل واحد باني فوق غرفتين ومطبخ وحمام يدوب فبأدي الى مشاكل على الدرج مشاكل بالحاره مشاكل على الميه مشاكل على على كل شيء كهرباء <applause> بس اكيد بتتذكري كيف كان شكل المخيم وكيف هلا ازداد وضعه سوءا لما زاد عدد السكان فيه. المباني ما كانت الشكل المخيم بتشوفي لو من شارع القدس المخيم بنشافش كله افقي افقي كمان بيؤدي الى في عندنا مشاكل صحيه لما احنا فيش يعني دور بتفوت بتفوتهاش الكهرباء الشمس بتفوتهاش الهواء كله بيؤدي الى يعني معظم بناتنا فحص النظر بيجوا بالعياده عندهم ضعف نظر ليه؟ ما بيشوفوش الشمس رطوبه في العائلات اللي بكساكرين في الزكايك وفي البنى اللي بتفش الشمس كلها كله رطوبه امراض الجهاز التنفسي كمان ربو بصير عندهم ست نسرين طبيعة عملك في اداره المخيمات في الشمال نحكي عن المشاكل اللي بيعانوا المخيمات وبالذات مشكله اضطراب السكان اللي يمكن من اخطر المشاكل اللي بيواجهوها سكان المخيمات. مخيم بلاطه اكبر مخيمات الضفه الغربيه والاكثر اكتظاظا على مساحه كيلو متر مربع مساحه ضيقه جدا مكتظ جدا المخيم في مخيم بلاطه بنلاحظ من بدايه انشاء المخيم كانت في غرف الوكاله فضاقت المساحات والبيوت على الناس فصارت تتمدد بما انه ما في مجال انه يتمددوا افقي يتمددوا عمودي مع انه ممكن يكون فيها خطوره خطوره على المواطنين لانه الاساسات فيها يمكن ما بتتحمل لكن ما في اي افق اخر قدام اللاجئ الفلسطيني الشوارع كانت الشوارع اكبر من هيك بكتير في بدايه انشاء المخيم فالناس وين تتوسع صار كل حدا ياخذ شوي من الشارع عشان يوسع على بيته ويوسع على اولاده اذا ضل الوضع هيك في المخيمات زياده عدد السكان زياده نسبه الاكتظاظ شو ممكن يصير بشكل المخيمات احنا لما بنطلع على مستقبل المخيمات بنشوف افق صعب جدا بنشوف مشاكل بتتفاقم بنشوف انه ما في حلول سحريه غير العودة بإذن الله اللجان الشعبية كداش بتحاول تقوم بدور كبير في المخيمات مش قادرة تغطي الوكالة الأونروا أغلب خدماتها في المخيمات تقلصت وانسحبت منها وهذا أدى لفراغ كبير داخل المخيمات ست نسرين بدنا نرجع على موضوع تقليصات الوكالة الأنروا في الفترة الأخيرة قامت بتقليصات كبيرة جدا في الخدمات المقدمة للاجئين بحجه عدم التمويل، تم التقليص في الاغاثه بالصحه بالتعليم، برنامج المال مقابل العمل توقف، في الصحه اغلب البرامج الصحيه تآكلت، الادويه في الغالب غير موجوده، الخدمات الصحيه اللي بتقدمها عيادات الوكاله في ادنى مستوياتها مع انه السكان عندهم مشاكل صحيه كبيره نتيجه الاكتظاظ اللي بيعيشوه، في المدارس في اكتظاظ كبير جدا. طب ست نسرين بدي اختم معاكي بدور دائره شؤون اللاجئين، دور حضرتكم وايضا اللجان الشعبيه الموجوده في المخيمات. دائره شؤون اللاجئين هي احدى دوائر منظمه التحرير الفلسطينيه تم تفعيلها بقرار من المجلس الوطني سنه 1996 في غزه. وعلى اثرها قامت دائره شؤون اللاجئين بانشاء اللجان الشعبيه في المخيمات اللي كان دورها في المقام الاول سياسي لكن نتيجه لتراجع الانروا عن خدماتها وتراجع الجميع عن مسؤوليات في المخيمات اضطرت تتجه للدور الاجتماعي الخدماتي اللجان الشعبيه في المخيمات بصراحه يعني في تهميش كبير للمخيمات والأهل المخيمات اهل المخيمات الاكثر تعليما لكن هم الاكثر بطاله. ضروري ضروري انه جميعا نفكر كيف بدنا احنا نساعد المخيمات ونتعاون مع اللجان الشعبيه والمؤسسات اللي عامله في المخيمات اللي هي منضويه تحت دائر شؤون اللاجئين منظمه التحرير الفلسطينيه. الاكتظاظ السكاني من أخطر المشكلات التي يعاني منها سكان المخيمات الفلسطينية. كنا وإياكم اليوم من داخل مخيم بلاطة، هذا المخيم الذي يعد من أكبر المخيمات الفلسطينية داخل الضفة الغربية، وأكثر المخيمات اكتظاظا بسبب نسبة وعدد السكان الكبير داخل المخيم. الاكتظاظ السكاني يسبب العديد من المشكلات الصحية والاجتماعية والنفسية لسكان المخيم. على أمل أن نجد حلول لهذه المشكلات ليعيش سكان المخيم متمتعين بأبسط سبل الراحة والحياة من هنا من مخيم بلاطه أختم وإياكم على أمل اللقاء في حلقة جديدة من مخيم جديد